السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. ألف مبروك للمنتخب الأردني الشقيق، ألف مبروك للشعب الأردني الشقيق بعد تأهله رسميا لنهائي كأس آسيا للأمم لأول مرة في تاريخه، واللي زاد زين هذا الانتصار وهذا الإنجاز العظيم هو تواجد مدرب مغربي حسين عموتة على رأس المنتخب الأردني. احنا فرحانين كشعب مغربي، اول شيء فرحانين لأن الشعب الأردني شعب شقيق، شعب اخ للشعب المغربي، فرحانين لأن الأردن معترف بمغربية الصحراء، فرحانين لأن الأردن شاركت في المسيرة الخضراء، فرحانين لأن الأردن وصل لأول مرة لنهائي كأس آسيا للأمم، فرحانين لأن الأردن اليوم مدربها مغربي اللي هو حسين عموتة. ألف مبروك للشعب الأردني الشقيق. اليوم الشعب الأردني كامل خرج للشارع للاحتفال، سواء في الأردن سواء في أوروبا سواء في المغرب. اليوم في الرباط أنا شفت وتفاجأت، جالية أردنية خرجت للشارع محتفلة بهذا الانتصار التاريخي. نذكركم موقف جميل وجميل جدا وقع في وادي الذهب في الستينات القرن الماضي إبان الفترة الاستعماري لإسبانيا للصحراء المغربية. كانت طائرة أردنية رئاسية لملك الأردن وقع لها عطب ونزلت في رمال وادي الذهب في ضواحي مدينة الداخلة، وجاءوا الشيوخ والصحراويين وحاصروه. تفاجئوا كيفاش هذه الطائرة نزلت في هذا الرمال، ومشاو عنده بعض الصحراويين وتحاوروا معاه وجبروه على انه ملك الاردن. وهذا الشيوخ وهذا الصحراويين اعطوا الامر لباقي الصحراويين ما تمسوش، قالوا له هذا اخ، هذا خو، هذا ابن عم ملكنا اللي هو ملك الاردن، وهذا اخوتي غناكد لكم في اخر هذا الفيديو، نظهر لكم الفيديوهات لاحتفالات الشعب الاردني، وفي اخر الفيديو نسمعكم شهاده صوتيه لصحراوي من الداخله حضر وشهد على نزول طائرة أردنية تعود للملك الأردني في ذاك الوقت، نزلت في ضواحي الداخلة وعنقوا واحتفلوا به ورحبوا به الصحراويين، قالوا هذا ابن عم ملكنا محمد الخامس. نشوفوا الفيديوهات، حياكم الله وتحية الشعب الأردني، ومبروك الشعب الأردني، ومبروك الشعب المغربي. ألف مبروك للمملكة الأردنية الهاشمية، وألف مبروك للمملكة المغربية. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. هاي من قلب مدينة إربد. لا هون هون هون.
Incoming call from Yaya. قلكم معلومه، عندنا المعلومات الياسر اللي انتم ما هي عندكم. حسن الثاني بلا قرض في الصحراء، ومحمد الخامس السابق والده يرحمه ما بلا قرض فيه. عندهم عرب خيمه من العرب، وعندها علاقه مع العرب كامل اللي متواجده الى الدار، الى ريو سينيغال، الى العرب في شمال مالي. يقرب لها قرض كان في الصحراء، به اللي عارف عن العرب هون والمغرب، وهو كسياني اسمه واسواق هتل وخلق هتل وعلاقة هتل ونسب هتل. فعلا في 1962 دخل حسن ملك الأردن على الخط، من يفوت 6 سوايع في الداخل هون خاسر بالطيارة، والتقى مع الشيوخ الداخل هون كاملين وقالوا عنه العم الملك اسمع الصب ويبقوا الملك أكفى هو العم هم محبذينه. رضى الله عنه منين خلق لقاب وين هو قالوا عندك العرب قبلتك هاو الناس اللي دايما عدلوا لك قيل بس خاصك تدمر راسك باش عدو دافع عنك ولد عمك. وبدات القديم من فم هذا خاصكم تفهموه.